انا حاسس برضو انه في ضغط على الاحزاب نفسها، يعني في عدم رضا على الاحزاب نفسها. اذا لازم الاحزاب تقف مع بعضها، لازم تتجمع، لازم يتعمل تحالف سياسي بالفعل، تحالف سياسي كامل لكل الاحزاب المدنيه، عشان هو ده اللي هيضمن ان نعمل برلمان قادر ونختار مرشحين ذو مقدره على العطاء في الفتره القادمه. اتمنى ده يوصل لكل القيادات، وانا عارف انه كلكم بتدوروا على مصلحه الوطن، وكلكم بتعشقوا تراب مصر، وانا واحد منكم. عايزين نحط ايدينا زي ما قلنا في ايدين بعض، ونبدا صفحه جديده، ونقول يلا نبني بلدنا، ويلا ندي على اساس نقدر نجيب برلمان قادر على العطاء في الفتره القادمه، عشان احنا بتحاك ضدنا المؤامرات مش من الداخل بس، من الداخل ومن الخارج. وللاسف المؤامرات بتنفذ بايدينا، بايدين اولادنا، بايدين اهالينا. ده اللي عايز الوقفه في الفتره القادمه. اتمنى انه الكلام ده يوصل للقيادات ويوصل لكل الاحزاب، ونرهن الاشاره من اي امين في اي محافظه لاي حزب يقول لي في تجمع في المكان الفلاني لمصلحه الوطن، انا اجيله فورا. واشكركم على حسن استماعكم.